بالنسبة لشخصية هازيل، فدي من الشخصيات الملونة في المسلسل. دلوقتي هي في النص بين أخوها ومامتها، لكن ممكن بعد كده تبقى مستقلة وتتحرك لمصلحتها الشخصية، وممكن يكون ليها علاقة مع فريد. دلوقتي المسلسل كله مركز على علاقة سيران وفريد، لكن مش متوقع إنها هترجع زي الأول قريب. السيناريست بدأ الموسم ده كويس وخلق حبكة واضحة، ولو استمر بنفس الشكل من غير ما يتأثر بالآراء الخارجية ممكن القصة تفضل في تصاعد بعد 3 أو 4 حلقات، والعلاقة بين فريد وسيران هترجع. بس دلوقتي فريد في حالة تخبط وسيران قلقانة، الاتنين محتاجين لملجأ آمن، وده هيظهر بشكل أوضح في الحلقات اللي جاية. الوضع دلوقتي زي الهدوء اللي بيجي قبل العاصفة. عابدين بدأ عاصفته، ولسه في شخصيات تانية زي سيربيل وهازيل هيبدأوا يظهروا بقوة. برضو في تحركات خلفية من هانس أغا وقاذب هتزود من حدة التوتر، وكل الشخصيات دي هتكون جزء من العاصفة اللي جاية. كمان جملة الهدوء اللي بيجي قبل العاصفة دي بتنطبق على علاقة سيران وفريد الحالية. سيران وفريد هيعترفوا بحبهم لبعض المرة دي في مشهد رومانسي قوي جداً. كمان في الوقت ده سيران وفريد هيضطروا انهم يدوروا على مكان آمن يلجأوا ليه، وغالبا هيكونوا هما الملجأ لبعض. العلاقات في المسلسل دلوقتي معقدة جدا، وكل علاقة بتتعرض لعوائق، حتى علاقة فريد وسيران بتتعرض لضغوط من الناس اللي حواليهم. كمان سيران كانت بتتكلم عن كده في الحلقة اللي فاتت لما قالت لفريد انها بتدور على مكان تلاقي فيه الأمان، زي ما كانت بتقوله زمان إن هو ملجأ الأمان ليها، والفكرة دي هتظهر أكتر في الحلقات اللي جاية. كمان هنتكلم أكتر عن علاقة فريد وسيرون. في شخصيات كتيرة مش عايزة العلاقة دي تستمر، كل شخصية بتعترض طريق العلاقة دي بشكل أو بآخر، سواء سنان أو فريد وسيرون نفسهم. حتى علاقة سيرون بفريد أو سيرون بسنان كلها فيها مشاكل ومش سهلة خالص، لكن لما العاصفة دي تنتهي الشخصيات هتضطر تتعاون مع بعض علشان ينجوا من اللي جاي. لكن بعد المشاكل والحوارات اللي بتحصل دي، العلاقة بين سيران وفريد هتبقى أقوى بكتير، ومش هتتكسر بسهولة زي ما حصل قبل كده. العاصفة دي هتخليهم أقرب لبعض بشكل كبير. أما بالنسبة لهالس أغا لسه ما ظهرش في الحلقات، بس المتوقع إنه هيظهر في الحلقة 79 بشكل كبير. مش معروف ليه هالس أغا ساب القصر، بس ممكن يرجع مع لطيف. كمان في شخصيات جديدة هتدخل في القصة، زي مثلا شخصية أوزان ابن أخوه سنان. ناس كتير بتحاول تربط سنان بالشخصيات التانية، بس أنا مش شايفة لسه أي حاجة واضحة. سنان كان بيراقب فريد، والموضوع ده ممكن يكون ليه علاقة بالأحداث اللي جاية. برضو هكلمكم عن شوية إشاعات كده بتحصل، لسه مش عارفين إذا كانت صح ولا غلط، بس بيقولوا هيحصل في الحلقات 81 والـ82 زي إن سنان ممكن يموت أو ديار تهرب. لكن أنا مش شايفة إن الشائعات دي صح، القصة لسه ماشية في اتجاه مختلف، وهنشوف تطورات جديدة في الحلقات اللي جاية. علاقة سيران وفريد لسه قدامها كتير، مش شايفة انهم ممكن يرجعوا لبعض قريب الا لما يعدوا من المشاكل دي، لانهم لازم يحصل بينهم تعاون في المشاكل دي علشان ينجوا هما الاتنين، وده ممكن يكون بداية لتقوية علاقتهم ببعض. وبس كده، لحد هنا نكون خلصنا الفيديو. لو الفيديو عجبكم ياريت تشجعوني بلايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة، وكمان تأكدوا من انكم تكونوا مفعلين جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله اول باول. وشكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم.